سبحان الله. لا يعني وهذه الركامية ترتفع إلى أكثر من 3000 متر، تكون قمتها عالية ورفيعة وقاعدتها مثل الجبل. لذلك أيوة. ماذا قال في نفس الآية؟ وينزل من السماء من جبال، جبال، انظر تشبيه عجيب، تشبيه عجيب. فيها من برد، فيها من برد، سبحان الله. البرد لا يتشكل إلا في جبال الغيوم، يحتاج إلى مسافات طويلة ليصعد وينزل حبة برد، وتدور آلاف المرات حتى تتشكل، فلا تتشكل في الغيوم الخفيفة أو العادية، إنما في الغيوم الركامية العالية. الله أكبر. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند ربي تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، جل الحكيم القادر. أحبتي الكرام، يتجدد معكم اللقاء الجميل حول إعجاز القرآن الكريم. لا شك أننا نوقن بأن قضايا الإعجاز كانت سبباً في هداية كثير من الناس، علمنا أو لم نعلم. ولذلك جئنا في هذا اللقاء نسأل أستاذنا وباحثنا وضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الدائم الكحيل. مرحباً بحضرتكم. مرحب بك دكتور. بارك الله بكم، يا أهلاً وسهلاً. شرفتنا في هذه الحلقة التي نطرح فيها سؤال في البداية. نعم. نقول نريد منكم ردا على مقولة البعض إن الإعجاز العلمي رغم أنه كان سبب هداية الكثير، قالوا إنه صنعة من لا صنعة له. فهل في ذاكرتكم قصص أو مواقف أثرت فيك رأيت فيها أن الإعجاز كان سبب في انتقال شخص من طريق الضلال إلى طريق الهداية؟ فإذا كان تتذكر لنا موقف تحفنا به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة هذا كلام متناقض. بناء على هذه الفرضية صنعة من لا صنعة له، أيوة. يعني ينبغي أن نجد 500,000 باحث في الإعجاز. اذهب قل لي كم باحث اليوم في الإعجاز؟ يعدون قلائل جدا. قلائل. نعم. إذن هذا كلام غير دقيق. نعم. عمليا غير دقيق. نعم. لأن الإعجاز العلمي هو وسيلة الهداية منذ كل الأنبياء. سيدنا عيسى عليه السلام جاء بمعجزات يحيي الموتى وآمن الكثيرون. سيدنا موسى جاء بمعجزات العصا، معجزة العصا التي تنقلب ثعبانا. نعم نعم. فسبحان الله، يعني السحرة الذين هم أشد كفرا ونفاقا عندما رأوا هذه المعجزة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون، تحدوا فرعون. انظر إلى أثر المعجزة في نفس الانقلاب الإنسان. في نعم. يوم واحد من الكفر إلى الإيمان في ساعة واحدة. عندما قال سيدنا إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق إلى النمرود، خاطبه فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن الإعجاز أسلوب قصير جدا ومباشر ومركز وصادم، أسلوب صادم في الدعوة إلى الله أو في الهداية. سأعطيك مثال بسيط فقط. يعني تفضل دكتور. أحد الملحدين أرسل لي ذات مرة قال أنتم تقولون سورة الكهف ناموا 309 سنوات، وهذا كلام فارغ كما يقول، وأنه لا يمكن لإنسان أن ينام هذه المدة ثم يستيقظ، فهذه خرافات تدعونها في القرآن. طيب. وسبحان الله استفزني هذا الملحد وقلت لابد أن أجد معجزة، شيء مادي ملموس يتعلق بهذا الرقم تحديدا 309. جميل. وبدأت
أبحث في هذه السورة ولكن من أين أبدأ ومن أين أنتهي؟ لاحظت ظاهرة في هذه السورة الكريمة. أيوة. أن القصة تبدأ بلبثوا وتنتهي بلبثوا. كيف؟ ده صحيح. أجرين. قال تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. آخر القصة قل الله أعلم بما لبثوا، انتهت القصة. إذن أنا عندي لبثة، لبثوا ولبثوا، أمسكت بداية القصة ونهايتها. طيب، قلت سأعد الكلمات من لبثوا إلى لبثوا. هم كم لبثوا؟ 309. سبحان الله. كان عدد الكلمات من لبثوا إلى لبثوا 309 كلمات، نفس عدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف. هذه تكفي على الحلقات الثلاثين هذه المعلومة. أنا في نظري 309 كلمة بين لبثوا ولبثوا. ولبثوا محددة، لم نأخذ أي كلمة عشوائيا، أخذنا الكلمة التي تشير إلى هذا العدد، لبثوا ولبثوا. جميل. الأعجب من ذلك عندما قمت بترقيم الكلمات من لبثوا إلى لبثوا، يعني من 1 إلى 309. أيوة. ما هي الكلمة رقم 300 في ترتيب هذه الكلمات؟ ما هي؟ هي كلمة 300 في قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300. الله أكبر، جاء رقمها 300. انظر. عجيب. ولبثوا في كهفهم 300، اكتمل العدد 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، اكتمل العدد 309. تسع كلمات بعد 300، بعد 300 واكتمل العدد. لذلك قال وازدادوا 9 في إعجاز عددي. وإذا بأحد الملحدين يرسل لي رسالة يقول لي: أنا أخاطبك وعيني تدمع أن هذه المعجزة أنقذتني من الإلحاد، لأنني دخلت إلى موقعك أريد أن أنتقد إعجاز القرآن، وكنا نهزأ به نحن مجموعة من الشباب، وإذا بي يثبت أمامي يقينا أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. ويعني الله فيك، سبحان الله، يعني هدايته. وهذا مثال الأجلس. من آلاف الأمثلة، يعني آلاف كثير الأمثلة. من طيب دكتور، بعد هذا الكلام الطيب حول جزئية وموقف في حياتك. نعم. كان سبب هداية لأحد الأشخاص، وأكيد إن شاء الله العلم والإخلاص الذي يسعى إليه الباحثون أمثاله. نعم. يكون سبب هداية كثير من الناس. نود أن نطرح الآن أيضا يعني. نعم. سبحان الله، بعض القضايا التي حدثتني عنها قبل. نعم. أن نبدأ. نعم. الحلقة. الحقيقة هناك يعني دقة هائلة في القرآن لم أكن أتخيلها، يعني أنا مع أنني أبحث أكثر من 20 عاما. جميل. تأتيني أشياء لا أتخيل هذه الدقة المتناهية في عرض المعلومة القرآنية. نعم. مثلا هناك آية في القرآن تقول: فترى الودق يخرج من خلاله. الودق، كل الناس يقولون إن المطر يخرج من الغيمة، فأين الجديد؟ يعني أين الجديد في هذا الكلام؟ وكتب أحد الملحدين أيضا يقول يعني المطر سيخرج من خارج الغيمة، من خلالها يخرج، يستهزئ. نعم نعم. وسبحان الله، هذا البحث يعني أخذ معي سنوات من العمل والجهد. الله أكبر. قلت سأذهب إلى المعنى الدقيق لكلمة من خلاله. أيوة. الودق هو المطر الغزير. نعم. نعم. أو الخفيف، ولكن هو المطر المنهمر. نعم. هو الودق. طيب كيف يخرج المطر من خلاله؟ ذهبت إلى التفاسير فوجدت أنهم يقولون من خلاله، أي من وسطه، الوسط المنتصف. الله. قال تعالى: فجاسوا خلال الديار، أي وسط الديار. صحيح. طيب هل يمكن للمطر أن ينزل من مركز الغيمة؟ يعني هذا أنا لم أره من قبل، مع أنني باحث في هذا المجال منذ سنوات. صحيح. فذهبت إلى الإنترنت. آه. وكتبت نزول القمر بالتصوير، نزول المطر بالتصوير البطيء، وخرج لي، انظر هذا المقطع. هتفاجئني يا دكتور. نعم. كما أن المطر بالتصوير لا تراه بعينك، بالتصوير. آه. البطيء فقط يرى، تقوم بتصوير لمدة ساعة أو ساعتين ثم تضغط الفيلم. آه. لتعرضه خلال مثلا دقيقة كما سار. الله أكبر. سوف تجد الودق ينزل، انظر إلى هذه الغيمة، سبحان الله. نعم.
الآن هذا تصوير بطيء جدا. نعم. سوف تجد أن المطر الذي ينزل سوف ينزل من مركز الغيمة من منتصفها. الآن بعد قليل انظر إلى، طبعا هنا تتشكل، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، الله أكبر، ثم يؤلف بينه، هذه عملية التآلف بين ذرات الغيوم. نعم. ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، انظر كما فتر. نعم. الودق يخرج من خلال، انظر من المنتصف مثل شلال، انظر الأطراف فارغة، هذه أمطار بالتصوير السريع على فكرة، أو سبحان الله، أمطار تنزل فقط في منتصف الغيمة، من المنتصف فتر الودق يخرج من خلاله، أي من وسطه، سبحان الله، سبحان الله، من وسط الغيمة، لفظة دقيقة علمية ولا يمكن أن تشاهدها بعينك إلا بالكاميرات والتصوير وتبطيء الصورة. نعم. ومن بعد، يعني أنت إذا وقفت لا ترى شيء، إما أن ترى مطر أو لا ترى شيء بالعين المجردة. الله يبارك لك يا دكتور. طيب نستعرض الآية القرآنية. الله تعالى يقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا، حركة السحاب هي حركة موجية. أيوة، هذا معنى يزجي. يزجي، نعم، تكررت مرتين في القرآن مع الغيوم ومع السفن الفلك. الله الذي يزجي لكم الفلك في البحر، أمواج البحر. الله. نعم. كلمة نعم. لم تذكر إلا مرتين، مع الغيوم ومع البحر. ومع البحر. وتبين أن موج البحر يشبه أمواج السحاب عندما تتشكل. بارك الله فيك. الله أكبر. ثم ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يقولون هناك تيارات كهربائية عنيفة جدا وشحنات كهربائية سالبة وموجبة، إذا اختل هذا النظام التآلف لن تتشكل الغيمة. الله أكبر. نعم. ذلك ومضات البرق التي تحدث هي تفريغ لهذه الشحنات بعد أن تتشكل الغيمة، تحبس في داخلها كميات هائلة من الكهرباء. بعد ذلك ماذا يحدث؟ ثم يجعله ركاما، يقولون إن هذا الودق وهذا البرق لا يتشكل إلا في الغيوم الركامية، الغيوم الخفيفة. سبحان الله. يعني وهذه الركامية ترتفع إلى أكثر من 3000 متر، تكون قمتها عالية ورفيعة وقاعدتها مثل الجبل، لذلك. أيوة. ماذا قال؟ في نفس الآية وينزل من السماء من جبال، جبال، انظر تشبيه عجيب، تشبيه عجيب، فيها من برد، فيها من برد، سبحان الله، البرد لا يتشكل إلا في جبال الغيوم، يحتاج إلى مسافات طويلة ليصعد وينزل حبة البرد وتدور آلاف المرات حتى تتشكل، فلا تتشكل في الغيوم الخفيفة أو العادية، إنما في الغيوم الركامية العالية. الله أكبر. ماذا قال بعد ذلك؟ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنى برقه، البرق لا يتشكل إلا في الغيوم الركامية أيضا. نعم. 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 يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآية لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار. دعني أرى معك على السريع. تفضل دكتور. أيضا فضل. مزيد من الصور. نعم. لكي نستيقن بما نقول، يعني هو ليس مقطع، آلاف المقاطع موجودة على الإنترنت. نعم. تستطيع أن ترى صور، حتى هناك أناس صوروا يعني ظاهرة نزول المطر أو الودق من مركز الغيمة أو من وسطها من خلال ماذا؟ من خلال الطائرة. سبحان الله. وتبين أن هذه الصور تبين لك الغيمة يخرج من وسطها مطر، سبحان الله. الله أكبر. أن الغيمة ينزل، انظر هنا كيف، هذه في الولايات المتحدة الأمريكية، انظر كيف تنزل مثل دفعة هائلة جدا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، هذا بالتصوير السريع لا تراه بالعين. سبحان الله. ينزل من المركز وكأنه دفعة منهمرة تنزل سجاج، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. منهمر، ألفاظ دقيقة. إذن هذا المشهد الذي نراه الآن بالكاميرات المتطورة، هل رآه محمد صلى الله عليه وسلم ليصف لنا أن الودق هو المطر الغزير ويصف لنا أنه لا يخرج إلا من خلاله، يعني من الوسط، انظر الأطراف فارغة، انظر. نعم. فارغة. نعم. الأطراف. نعم. فقط في الوسط هناك هذه الدفعات التي تنزل. الله أكبر. بشكل يعني لا يمكن إلا أن نشهد
أن هذا القرآن كما قال تعالى أنزله بعلمي. الذي خلق السحاب وشكله وساقه وأنزل من خلال هذا الودق هو الذي وصف لنا هذه الظاهرة في القرآن. فهل هذه يقال عنها صنعة من لا صنعة له، أم هذا إعجاز ينبغي أن يحترم على الأقل وأن ينقل إلى الناس وينقل لكي يعرفوا وسيلة لهداية الناس إن شاء الله. جزاكم الله خير دكتور، وأنتم أعزائي المشاهدين تشعرون مؤكدا بما أشعر أنا به أمام هذه الآيات القرآنية العجيبة والفريدة. فالذي أنزل القرآن هو الذي خلق الكون جل في علاه. أنزله بعلمه. كلنا نظر إلى السحاب من فوقه، وكلنا أو معظمنا ركب الطائرة ورأى السحب، لكن يا ترى هل ما كان يعتقده الكثيرون عن السحب أنها شيء خفيف جدا؟ فأثناء الاستراحة قال لي الدكتور معلومة عجيبة عن السحاب كانت مفاجأة لي أنا شخصيا. لنستمع إلى هذا العلم في هذه الجزئية من الدكتور عبد الدقيق. تفضل دكتور. الحقيقة يعني في موضوع السحب كان الناس يظنون أنه لا وزن لها. نعم. وحتى الآن نحن في القرن 21 نظن أنها خفيفة. حتى نعم. أحد العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة في بريطانيا وكتب بحثا عن ذلك قال هناك فيلة تطير في السماء. الله، ما معنى هذا الكلام؟ يتكلم عن السحب. نعم. قال أقل وزن لغيمة صغيرة جدا جدا جدا. أيوة. يمكن أن يصل إلى 500,000 كيلوغرام الخفيفة بينها. الركامية تصل إلى عدة ملايين من الأطنان، وزن الغيمة الواحدة عدة ملايين من الأطنان. من أين هذا الوزن دكتور؟ ماء محملة بالماء. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. لذلك قال تجد على موقع BBC ليدخل أي إنسان يجد كلمة heavy clouds، السحاب الثقال، مستخدمة لديهم، اللي وردت في القرآن يا دكتور ذاتها. قال تبارك وتعالى الله أكبر وينشئ السحاب الثقال. هذا الكلام قيل في القرن 7 الميلادي. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا السحاب ثقيل جدا؟ لذلك تابع البحث هذا الباحث وقال كيف لهذه الأوزان، يعني الغيمة الصغيرة يمكن أن تكافئ وزن 10 أو 20 فيل. لا، كل فيل يزن 5 طن مثلا. يعني هذه الأطنان من الماء كيف تسير فوق رؤوسنا دون أن تسقط؟ لا إله إلا الله. فتبين أن هناك قوانين دقيقة جدا 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 تحكم حركة السحاب. قوانين الكثافة المعروفة. جميل. قوانين ضغط الهواء. قوانين أن البخار الماء أخف من الهواء فيصعد. وهناك شيء أهم بكثير، أن بنية الغلاف الجوي تساعد على بقاء هذه السحب معلقة في الهواء لا تسقط. الله أكبر. فقال تخيلوا لو أن هذه السحب التي تزن مليارات المليارات من الأطنان سقطت فوق رؤوسنا فجأة، ما الذي سيحدث؟ سيحدث انهيار للأرض. صحيح. لذلك الله تعالى قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كأنها إشارة إلى هذه، إلى نعمة لم نشعر بها إلا الآن نحن. يعني الله أنطق هذا الباحث وقال لماذا لا يسقط هذا الغلاف الجوي فوق رؤوسنا. طبعا الغلاف الجوي هو الطبقة الأولى من طبقات السماء. نعم نعم. والله قبل 1400 سنة يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كيف هؤلاء الناس يكذبون سبحان هذه العظمة دكتور؟ سبحان الله. كيف لهؤلاء الناس أن يدعون كذبا وزورا أن القرآن من تأليف بشر؟ وأن يعني أنا أقف متعجبا. يعني أعطي لحضرتك إن كنت تريد أن تكمل. نعم.
الحقيقة عالم الغيوم عالم عجيب جدا جدا جدا، وفيه الكثير من المعجزات الحقيقة. جميل. يعني خذ على سبيل المثال، نحن نعلم أن البرق يتشكل في الغيوم، نعم، ولكن هذا البرق له آلية معقدة جدا جدا جدا، لا يتشكل إلا في السحاب الثقيل. يا الله. الغيوم الخفيفة هل ترى فيها برق؟ لا يمكن أن يحدث، يحتاج إلى طاقة كهربائية هائلة مخزنة داخل غيمة لا يقل ارتفاعها عن 3 كيلومتر، سبحان الله، وقاعدتها مثلا 7 أو 8 كيلومتر لكي تنضغط هذه الشحنات. سبحان الله، ده طرق وشوارع وعالم آخر فوق. سبحان الله. فوقنا لا نشعر به. قال تعالى هو الذي يريكم البرق، انظر الربط العلمي، أيوة، خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. انظر، برق وثقال، آية واحدة، آية واحدة. طب هل هذا ربط بشري أم إلهي؟ لا إله إلا الله. يعني نحن نتحدث الآن في القرن 21، أنا أحدثك بالقرآن وكأنه الآن يتنزل. نعم. يعني هذه كلمات بسيطة خفيفة مفهومة كل الناس يفهمونها. الله أكبر، الله سبحان أكبر. الله، يعني هذه تجعلنا دكتور أتوجه بالشكر إليك إلى هذه المعلومة القيمة، وأتوجه برسالة إلى كل من يسمع. أسمعت ورأيت بنفسك، أعقلت بعقلك، وفقهت بقلبك، كم بين يديك من عظمة ومن إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، ليصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي عجائبه. ويكفينا أن نختم الحلقة بهذه الكلمة من فم النبي الذي أنزل عليه القرآن، وكما قال الله أنزله بعلمه. صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا، قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.